بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أعلنت وزارة الداخلية عن تكثيف الخدمات المرورية على الطرق السريعة. يأتي ذلك حفاظا على أرواح المواطنين. تشهد فترة إجازة عيد الأضحى المبارك كثافة مرورية على الطرق، مع اتجاه المواطنين للاحتفال بالعيد بالمناطق الساحلية للاستمتاع بشواطئها، مستخدمين الطرق الحديثة التي أنشأتها الدولة لخدمة المواطنين واختصار زمن الرحلة. من هنا كانت وزارة الداخلية حريصة على توفير أقصى درجات الأمان عليها حفاظاً على الأرواح والممتلكات، حيث تنتشر على طريق الإسكندرية مطروح الساحلي منظومة متكاملة ومتطورة من كاميرات المراقبة والرصد لمتابعة الحالة المرورية، إلى جانب اللافتات الاسترشادية المنتشرة عليها، حيث يتميز الطريق بوجود عدد من كباري الدوران عليه لحل مشاكل الزحام. ويشهد طريق العالمين الذي تم توسعته وتطويره وجوداً للخدمات المرورية والارتكازات والأكمنة المرورية الثابتة والمتحركة للتأكد من التزام مرتادي الطريق بالقواعد المرورية، وتمتد المتابعة المرورية على طريق الضبعة، حيث تنتشر الخدمات المرورية بطول الطريق لبث الطمأنينة في نفوس مرتاديه وإلزام الجميع بالسرعات المحددة. ومع ما يشهده طريق الإسكندرية الصحراوي من كثافة مرورية خلال فترة العيد والصيف، تنتشر الخدمات المرورية عليها، كما توجد أكمنة ثابتة ومتحركة لتحقيق الانضباط عليه والانسيابية المطلوبة. وتتابع غرف عمليات المرور الحالة المرورية على مدار الساعة، حيث ترتبط بالخدمات المرورية على الطرق للتعامل مع الأعطال ومنع التكدسات، وتوجيه سيارات الإغاثة المرورية للتعامل الفوري مع الأعطال وتسيير الحركة المرورية. رحلة آمنة لكل مواطن على الطريق طالما هناك التزام بالقواعد المرورية المحددة بالتزامن مع انتشار المرورية عليها لتحقيق الأمان على هذه الطرق.